أهلا وسهلا فيكم بعالم زبتر، عالم الصحة والجمال. الصحة بهالأيام بخطر، ضغوط الحياة، سمة البدن، القهر، عجقة السير، الأكل المصنع، الأخبار المزعجة حوالينا، كل شيء بيأثر فينا. You are what you think, you are what you feel. فضغوط الحياة بتعمل الدم حمضي، بتعمل أمراض. بنفس الوقت الأكل المصنع والزيوت المحروقة والأكل المحضر غلط والأكل الخربان بالتلاجة كمان بيعمل أمراض. الدنيا معبية أمراض، من الصغار للكبار كل حدا بيعاني بطريقة ما. فإذا لازم مع هالعجقة من الضغوط على صحة الإنسان والأكل السريع واللي بيأكل مؤخر بالليل وبيأكل بسرعة هو ماشي على الطريق، بيأكل سندويشته أو بيمضغش، هيدي كلها بتعمل تعب على الجسم. فصار لازم ناخد دوز عالي من الغذاء، بدل ما ناخد هيدي الدفعة العالية من تركيز الغذاء اللي بيقوي المناعة وبيحافظ على الشباب وبيأخر الشيخوخة عن الإنسان وبيبعد المرض. الناس عم تتوجه للمكملات الغذائية اللي يمكن 10% منها صحيح و 90% سينثاتيك أو مصنع، جسمنا ما بيتعرف عليها وما بيعرف يتعامل معها وبتضرنا أكثر ما بتفيدنا. توجه حالياً للعصائر الطبيعية، وبالذات اليوم بدي أحكي عن الأوراق الخضراء. صار لي 4 سنين بعصر أوراق خضراء، بس اكتشفت لما وصلت عصارة مورد جوس بريس إنه أنا عم بعصر 4 سنين على الفاضي. طلعوا العصارات اللي عندي بيعملوا من 8000 ل 15000 لفة بالدقيقة اللي بسموهم سنترفيوجل، فكانوا الحرارة العالية والحركة السريعة بتدمر الأنزيمات، بتضعف القيمة الغذائية في العصائر اللي أنا كنت عم بعملها. عصارة مور جوس بريس هي سلو جوسر، بتعصر على البطيء كأنك عم تمضغي مضغ، فببطء على مهلة، كأنك كيف أجود أنواع زيت الزيتون هو زيت المعصور على البارد، فهيدي كمان في هذا البطء عم بتحافظ لي على أجود وأنقى وأركز وتركيز الأعلى لقيمة الغذاء اللي أنا عم بعصر الخضار مكان أو الفاكهة أو الأوراق الخضراء. فببطء بتكسر جدار الخلية من صيدلية ربنا، من الطبيعة، يكون أورجانيك، يكون نظيف. مثلاً هيدي الخضرة بعد ما تنغسل كتير كويس على مي جارية بتنقع بملح بحر أو خل مشان تقتل الأشياء اللي عالقة فيها. بعد ما تتنظف تماماً نحن بنعصرها. هلأ هي فريش طازجة، بكسرها، ما تعرضت الحرارة، ما انطبخت، ما دبلت، ما انحفظت بالتلاجة، بعدها فريش. فإذا بكسرها باخد الفريشنس منها، باخد الفيتامينات، باخد الكلوروفيل، باخد الأكسجين، باخد الأنزيمات، كل هدول بيصيروا جوز. هلأ رح نشوف سوا كيف رح نعمل. هلأ العصير الأوراق الخضراء بالزيت، بنحط خس. هلأ شو بنعصر؟ بنعصر خس وخيار أساساً، شقفة جنزبيل لأنه بتساعد على الهضم، بتساعد على تنشيط الدورة الدموية، بقدونس، هذا أساساً. لكن جسم ما بحب يتعود على شيء واحد، كل يوم منغير، فمنقدر نضيف ليمون، نقدر نضيف كزبرة، نقدر نضيف نعنع، نقدر نعمل ليمون ونعنع لحال كمان. كمان منقدر نحط ورق كل الأوراق الخضراء اللي بتطلع بالموسم، ورق الفجل، ورق الشمندر، الضلوع تبع الشومر، الورق والضلوع الطرية تبع البقلي، بقدر حط الهندبة، بقدر حط شوي جرجير، بقدر شوي خبيزة. هذا موسمه، يعني الموسم الأوراق الخضراء عم بياخد الكلوروفيل والأكسجين وعم بياخد أعلى تركيز للغذاء مشان يدخل الجسم. انتو بتعرفوا الدورة الدموية بتوصل الغذاء والأكسجين لخلايا الجسم وبتشيل ثاني أكسيد الكربون وبتشيل السموم، فبتعمل ديتوكس. هيدي العملية من تركيز هيدي الأملاح بتشيل السموم من الجسم، بتزوده بأعلى قيمة من الأملاح والفيتامينات اللي بتعمل الدم قلوي، فبتساعد الجسم على آلية الشفاء ليشفي نفسه ولتحافظ الخلايا على أداء والدي ان اي تبعتها تشتغل صح، تقسيم الخلايا يتم صح، وبالتالي هذا الجنة تبع الخلية. ربنا خلقنا على أحسن تقويم،
وبالتالي الجسم عنده آلية ليحافظ على حاله. كل المطلوب مني إني زوده بأعلى تركيز عالي للغذاء اللي بقدر أحصل عليه من الجرين جوس. فأنا فعلياً بأخذ على مكتبي كل يوم أنينة فضي من الهواء بالفاكسي، فأنا بضمن إنها ما بتخرب، وخلال النهار إني بشربها. وبالتالي لما نشرب الجرين جوس هيدا في المذاق الطيب، وبقدر إني نوع كل يوم من هذا الأكل، من هذا الشراب اللي هو أكل، اللي هو طعام الحي. بيجي الواحد بيقول إنه طيب ليش ما أكل سلطة؟ السلطة شو بتعمل؟ بتعلق مع الأكل اللي نحن أكلناه، وبالجهاز الهضمي الطويل اللي بتعرض له، فبصير في خراب وما بتم امتصاص مظبوط، يمكن يعفن الأكل ويخرب ويصير في غازات ويصير في نفخة وتلبك، وبالتالي بتضعف القيمة الغذائية. شو بدك أحلى من هيك؟ نحن بنلبس أحسن لبس، أحسن جواهر، أحسن سيارة، أحسن بيت، أحسن كلام بدنا، أحسن شيء بالدنيا، وجوا شو بدنا؟ بدنا أحسن شيء كمان، وهذا اللي أنتم بدكم إياه. الأحسن شيء بياخده من عند ربنا للشفاء، بيكون مرحلة رابعة مرض سرطان ميؤوس منه، بيروح على أماكن للعلاج بعالجو بالجرين جوس بالعصير الأخضر الأوراق الخضراء، طبعا مع البذور المنبتة، مع أعشاب البحر، مع الأكل الني، في نظام لإلهم وبيشفوا. نحن بنقدر إنه نحافظ على صحتنا، نأخر الشيخوخة ونصح من كل الأمراض. المرض بيعيش بالدم الحمضي، هذا بيعمل دمي قلوي، فبيبعد المرض عن البيت وبترتفع المناعة. هذا جزء من عمل العصارة. هلأ بدنا ننتقل لجزء آخر بتقدر تعمله هذه العصارة. رح أشرح لكم شغلة إنه بقدر أعمل فيها رو فود، ما حطبقه اليوم، بس بقدر أحط بطاطا حلوة، بقدر أحط قرع بقشره، بقدر أحط كوسة، بحط خيارة وأعصره، بطلع بهذه الطريقة. الألياف هون وعصارته هون، بقدر إني أشربه. الناس المرضى الكبار اللي ما بيقدروا يأكلوا ويمضغوا وما عندهم امتصاص، هذا بيساعدهم على الامتصاص لأنه امتصاص فوري وسريع، وبالتالي بقدر إني أحضر شورباتي بهذه الطريقة، وبقدر إنه بس سخنه تسخين، بس الهدف إني كمان بقدر أخذه ني وساعدني على العلاج ودلني شباب لفترة أطول. دلكم شباب لفترة. موزة منعشة، ضيافة طيبة بالصيف بكل الأوقات، بيحبوها كل الناس، متعة. لكن البوزة فيها حليب، فيها زبدة مهدرجة، فيها سكر، فيها أصباغ، فيها نكهات صناعية. في ناس عندهم حساسية على البوزة، تعمل سمنة ضارة. صح طيبة، ولأنها طيبة ومنحب البوزة، في بديل. البديل إنه من الفواكه بموسمها بتفرزة. نحن اليوم اخترنا موز لأنه بيعطي كريمي متماسك، بيعمل البوزة متماسكة، واخترنا فراولة حطيناهم بالفريزر. نقدر نحط مانجا، نقدر نحط نجاس، نقدر نحط تفاح، أي فاكهة موسمية، درة، أي نكهة، بس هي مش نكهة، الفاكهة نفسها من الصمام بنحطها في وعاء بالتلاجة مسطح مشان نقدر اكسر قد ما بدي الكمية اللي بحتاجها بوقت ضيوفي بيوصلوا أو بدي أقدم لعائلتي. اللي بقدر أعمله إني بنسميها سوربي، اللي هي المثلجات أو بوزة الفواكه، وهيدي اللي عنده حساسية بيقدر بسهولة إنه ياكلها وما يتضايق. فنحن بنقدر هلأ حتشوفوا كيف رح نعمل بوزة، بوزة الفراولة. بقدر أعمل الفراولة لحالها، شايفين البوزة كيف عم تنزل؟ بنحطها بالفريزر منطولة قبل بعشر دقايق، ومن منطولة قبل بعشر دقايق بس مشان يفك الثلج عنا شوي، وبلش بعملية تحضير البوزة أو السوربي انتو ذوقك. المهم انه المذاق رائع، طبيعي، سكره طبيعي، ما فيه حليب، ما فيه أصباغ، ما فيه نكهات صناعية، وعم نستمتع ببوزة باردة طيبة وبكل الأوقات. بتقدري تعملي الكمية اللي أنت بتحبيها. هيك حضرنا سوربي طبيعي من الفواكه،
هلا رح نقدم لكم اياها بطريقه جميله بكاسات البارون. ضيف شرف عنا، اهلا وسهلا فيكم. نفتحها بهاي الطريقه، نرفعها. المورتر اللي جوا مصنوع من ماده صديقه للبيئه. في عنا قطعتين، هيدي القطعه للعصير بتركب بهاي الطريقه، بستعمل كليك بتاخد مكانها، والقطعه الثانيه للبوزه بتكون قطعه لونها بني. اذا هاي بتنفك بهاي الطريقه، بتتركب بهاي الطريقه. هيدي بتاخد مكانها ومسقطها للاخير. هون إلى فرزات بكتاب التعليمات واضحه كتير، بنحط النقطه على النقطه هون. اوكي، خليها تطق، تعمل طق، فبالتالي اخذت مكانها وجاهزه للاستعمال. هون بنقدر نسكر على العصير لتعمل تحفظ العصير وتعمل خلط جوا لكل العصير اللي جوا، بعدين بنفتحها لنفضي غسل العصير، او بنقدر انه نخليها مفتوحه بالطريقه العاديه. اوكي، فعمليه تنظيفها سهل، بتنمسح من برا بفوطه رطبه. عشان صحتنا كمان بدنا نحكي اليوم عن حليب اللوز. حليب اللوز الموجود بالسوق لتر، بس محطوط في كرتون، فيه مواد حافظه وفيه اضافات. نقدر نحن نعمل حليب لوز طازج يومي ببيتنا. كيف بنعمل؟ ننقع اللوز بقشره. أنا اليوم حضرته مقشور، لكن أنا بالبيت عادة بعمله بقشره، بنقعه. تاني يوم بيكون 15 ضعف قيمته الغذائية. الأنزيمات والحياة استيقظت فيه وتركز الغذاء، فلازم دايما ننقع اللوز قبل ما ناكله. فهون اللي منقعناه تاني يوم بنكب مية النقع وبنضيف إذا كاسة لوز منقوع كاستين مي، وبنحطهم بالعصارة. لما بنحطهم بالعصارة بيطلع لنا حليب اللوز. هيدا الحليب شو فيه؟ بيعطيك كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، صوديوم، سيلينيوم، فوسفور، زنك، حديد. صيدلية. هدول الأملاح بقووا جهاز المناعة، بيعملوا دم قلوي، بيعطوك صحة وحياة، بيعطوك شباب لشعرك، لضفيرك، لعظامك. بنفس الوقت فيه فيتامين إي، هذا لصحة القلب، صح؟ بنفس الوقت فيه البروتين النباتي، كمان فيه الزيت تبع اللوز اللي هو مفيد جدا للبشرة وللصحة. فنحن بنحكي إنه هذا حليب اللوز أنا بدي قدر كمشي، يعني قدر كاسة بكافية، لأنه هيدي مش مركزة نحن عم نعمله. هلا حليب اللوز ما له كتير طعم، بقدر أحط له نقطة فانيلا أو نقطة موارد أو نقطة مزهر مشان نشربه. وبنقدر كمان نعمل نقوع روعة، بقدر انقع بمعلقة صغيرة أو معلقة كبيرة قدر لكل شخص، بذر كتان، بذر دوار الشمس، وبذر قرع طبعا منقى يعني مفقى، وبنحط معه معلقة سمسم ني ومعلقة جوز الهند. بقدر أحط حبتين ثلاثة جوز، بنقعهم بالليل بقليل من الماء. الصبح بكونوا شربوا ميتهم، بحط عليهم حليب اللوز الصبح، بحط عليها معلقه تشيا، وبتركها شي نص ساعه ساعه لتصير جيلاتينيه زي الجيلو، وبحط لها معلقه نقطه مزهر او موارد، وبفطرها بدل ما اخذ كورن فليكس مصنع، او باخذها على الشغل باكلها سناك خلال الدوام. الاولاد بقدر احط لهم فواكه مجففه، اذا نحن زيرو شوجر ما بنحط فواكه مجففه، بس للاولاد كمان بقدر انقع فواكه مجففه بقطعها بنفس الطريقه، وحضر هذا الطبق المغذي قيمته الغذائيه روعه سوبر. فاذا نحن بنقدر نشرب حليب اللوز، وبنقدر نعمل منه نقوع. بقدر سخنه شوي وحط له نتفه كاكاو اذا حابه مشروب بارد. الهدف انه ما نعرضه للحراره، بس الانسان بيقدر يعمل كثير اشياء زاكيه ومفيده ويفيد صحته. حليب اللوز اشي روعه. هلا رح ورجيكم كيف نحن عملنا. هذا اللي نقعناه بقدر انه حليب اللوز المنقوع، اللوز بحطه بالخلاط. اول شيء بنشغل الخلاط،
شايفين الحليب اللي عم ينزل؟ دايما افضل انه العصير الاخضر نشربه بنفس اليوم، حليب اللوز نشربه بنفس اليوم، فالعائلة كلها بتقدر تستفيد. جاف تماما، بقدر حطه على السلطة، بقدر دخله بالأطباق اللي بحضرها بالبيت. وحليب اللوز هيدا بعبى كالسيوم، بعبى أملاح، فبتعمل دمنا قلوي. نحن بحاجة إن نغذي خلايانا، إنه ندلل جسمنا وصحتنا. مع ضغوط الحياة نحن أكيد بحاجة لحليب اللوز. الأطفال بيقدروا يشربوا، الكبار بيقدروا يشربوا، كل فئات العمرية بتقدر تشربوا كاسة باليوم.